عرفنا أنها أولها من المسرة والرخاء والنعيم، ثم يهيج الفتنة، يهيج هذه الفتنة رجل يزعم أنه على الطريقة النبوية وهو ليس كذلك. نهايتها هذه الفتنة أن يصطلح الناس على رجل، يعني يجتمعون على بيعة رجل. إذن معناها أن الناس في هذه الفتنة لن يكون لهم إمام وخليفة، سيكون بينهم أمر مريج في قضية من الذي سيرأسهم، من هو الرأس. فيصطلحون في النهاية على رجل، يجتمعون على بيعة رجل في النهاية. تتمخض الأمور بعد هذه الفتنة بأن يبايع المسلمون رجلا. قال كورك على ضلع، لكن هذه البيعة لهذا الرجل ليست ثابتة ولا مستقرة، لأنه شبهها قال كورك على ضلع. ما هو الورك وما هو الضلع؟ الورك معروف، أين وركك يا إنسان؟ هذا الذي أسفل سرتك من الهيكل العظمي، الورك إنه كبير في الحجم، إنه عظم كبير في الحجم. والضلع ما هو؟ هذا العظم النحيف من عظام الأضلاع الذي خلق الله حواء منه، من ضلع من أضلاع آدم. فإذا أخذت الحجم الكبير الورك هذا وحاولت أن تثبته على العظم النحيف هذا الضلع، كيف سيكون ثباته عليه؟ ورك كبير على ضلع مستدق نحيف، كيف سيكون ثباته عليه؟ مهزوزا. فهكذا سيكون أمر هذا الرجل، وإن اجتمعوا عليه وانتخبوه في النهاية بايعوه، لكن أمره ليس بثابت ولا مستقر، فيكون حكمه مزعزع. وصفه وصفا دقيقا، قال ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. والمعنى أن هذا الرجل المنتخب غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه، لكن من الفتنة طلعوه أخرجوه. ثم فتنة الدهيمة، ثم تنشب فتنة أخرى ضخمة جدا وكبيرة وهائلة، لدرجة قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فهذه هي الفتنة العظمى المظلمة، فتنة الدهيمة، لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة. ما معنى الدهيمة؟ تصغير الدهماء. وما معنى الدهماء في اللغة؟ يعني السوداء. فالتصغير فيها للتعظيم وليس للتقليل، التصغير قد يكون للتقليل وقد يكون التصغير للمبالغة. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، داهية صغرها دويهية. وليس المقصود بالتصغير هنا التقليل، مقصود بها التضخيم والتكبير. فإذا
الدهيمة هذه الفتنة العظيمة المظلمة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، أي أصابته بمحنة ومسته ببلية، ما في واحد إلا راح له ولد أو أب أو أخ أو مال أو احترق بيته أو ذهبت دابته، ما في أحد إلا يصاب بها. من عظيم شررها أنها تدخل على كل الناس وتمس كل الناس، ما في ولا واحد إلا تمس. هذه فتنة الدهيماء، هذه فتنة الدهيماء يصل ضررها لكل أحد من هذه الأمة، ما في ولا واحد إلا ويمسه منها شيء. هذه فتنة الدهيماء كلما خفت اشتعلت، كلما خفت اشتعلت، فإذا قيل انقضت وتوهم الناس إنها الآن إلى زوال تمادت ذهبت بلغت الغاية. طيب نهاية فتنة الدهيمة ونهاية الفتن هذه المتلاحقة، نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين، إلى قسطاطين يتميزون. هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض، فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاص بهم، قسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا في أصله ولا في فصله، لا في اعتقاده ولا في عمله، ناس خالصون، خالصون من النفاق، لا في النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي، لأنه قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا نفاق، لا نافية، ونفاق نفرة في سياق النفي تفيد في العموم، لا نفاق لا أكبر ولا أصغر، لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لا أصلا ولا كمالا، وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد، كلهم يجتمعون مع بعض. إذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال من يومه أو من غده. إذن الأمة الإسلام، الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستأتي على ثلاث فتن قطعا ما فيها نقاش ولا تردد في الحكم، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الأمة مقبلة على مرحلة فوضى عارمة بلا شك ولا ريب، عارمة في كل شيء، ستكون نتائجها قتل وسلب، ستكون نتائجها مصائب في كل البيوت وكل الأسر وكل العوائل بلا شك. لكن متى سيكون هذا؟ هل هو بعد أشهر، بعد سنوات، بعد عشرات السنين؟ الله أعلم.